وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من نابلس الصحفي الفلسطيني سامر خويرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامر. بداية، هنالك أنباء عن إطلاق أحد المستوطنين النار تجاه شابين فلسطينيين شمال الضفة الغربية، هل من معلومات أكثر عن الحادث؟ صحيح، ما جرى صباح اليوم عندما أطلق مستوطن على دوار بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية النار على شاب فلسطيني بحجة أنه حاول تنفيذ عملية طعن بحق هذا المستوطن، أطلق عليه 6 رصاصات من مسافة قريبة جدا فأصابه بجراح بالغة الخطورة. الشاب محمد عبد الفتاح من خربة أبو قيس في محافظة تلفيت أيضا شمال الضفة الغربية، هو سائق سيارة تنقل الحاجيات والأغراض، تصادف وجوده قرب سيارة هذا المستوطن فنزل من السيارة المستوطن وأطلق عليه النار وقتله بدم بارد. هو عملية إعدام بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا المستوطن لم يكتفي بذلك، أطلق النار أيضا في محيط المنطقة فأصاب شاب آخر برصاصة في خاصرته، نقل إلى المستشفى والحمد لله حالته الصحية متوسطة ومستقرة. هذه عملية إعدام تتكرر، هي الحادثة رقم 17 منذ بداية العام الجاري. طيب، الشاب الجريح ما هي الأنباء يعني ما هي آخر أخباره؟ هنالك أنباء تشير إلى أنه قد اعتقل وقد اقتيد إلى مكان مجهول. لا لا لا، الاحتلال الإسرائيلي كعادته عندما يتم اتهام أي فلسطيني أنه نفذ عملية طعن يتم اعتقال هذا الشاب حتى ولو كان مصاب. فالاحتلال وصل جنود الاحتلال إلى المكان، قاموا بتعرية هذا الشاب الشهيد وهو ينزف، ومنعوا سيارات الإسعاف من إنقاذ حياته. والصور والفيديوهات التي سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة على الشارع والمحلات التجارية القريبة تثبت ذلك. منعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه، قاموا بتعريته ونقله بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مستشفيات الداخل المحتل، وهناك أعلن عن استشهاده، فارق الحياة رحمه الله وهو في 26 من عمره. الشاب المصاب الاحتلال سمح لسيارة إسعاف فلسطينية أن تنقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس. الانتهاكات الصهيونية لا تتوقف بل تزداد، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة. كيف ترون الإجراءات التي يتخذها الأسرى في سجون الاحتلال حيال هذه الانتهاكات؟ أوضاع الأسرى بالغة السوء، بالغة التعقيد. أوضاع الأسرى يتعرضون بشكل دائم وعلى مدار الساعة لاستفزاز وانتهاكات وضرب من جنود الاحتلال ومن قوات خاصة تدخل إلى داخل السجون تكبل الأسرى وتنهال عليهم بالضرب كما يجري حاليا هذه الأيام في سجن النقب الصحراوي. هناك 2600 أسير فلسطيني في هذا السجن لوحده. زميلي العزيز، السجون في حالة غليان، السجون ستنفجر في أي لحظة. هناك 8000 أسير هددوا بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم في حال لم تتوقف هذه الاعتداءات على زملائهم في سجن النقب وفي سجن ريمون. أنا تحدثت إلى أحد الأشخاص الذين أفرج عنهم من سجن النقب بعد انتهاء مدة محكوميته، وكان موجودا لحظة اقتحام السجن والاعتداء عليهم. والله يعني أقول لك باللغة العامية، أنت لا تستطيع أن تميز معالم وجهه من شدة الضرب والانتفاخات التي يتعرض لها. قال: هجموا علينا أكثر من 100 جندي في الغرفة الواحدة، هناك 5 أسرى أو 6 أسرى. تخيل غرفة 3 أمتار مربعة أو أقل يدخل عليها 100 جندي مدجج بالسلاح. هؤلاء الجنود لا رحمة في قلوبهم، ينهالوا بالضرب الجنوني بالهروات وبالسلاح الذي معهم وبالفلفل الحار وبقنابل الغاز المسيلة للدموع داخل غرفة مغلقة بشكل كامل، ومع هذا يكبلوا الأسرى بأيديهم وأرجلهم ويحملونهم عزك الله كالخراف ويرمونهم في ساحة السجن ويواصلوا ضربهم ويواصلوا اعتداء عليهم، لا يفرقون بين كبير وصغير، مريض أو غير مريض. بالتالي أوضاع السجون صعبة، وللأسف الحراك الفلسطيني الرسمي ضعيف وضعيف جدا وغير ولا يصل إلى المستوى المطلوب بتضحيات الأسرى. نكتفي فقط بمسيرة هنا أو مسيرة هناك أو بيان صحفي من هنا أو هناك. لابد من تدويل قضية الأسرى لعل وعسى العالم يتحرك في نصرتهم. الصحفي الفلسطيني سامي خويرة كنت معنا من نابلس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.